اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ واسمه يوسف مش عارف ايه او حاجه كده. الواد يوسف ده الاراجوز ابو زنبلك ده بتاع يوسف حسين ده واحد كذاب ولد ساقط فمسمي نفسه جو عشان يرضي سيده. المشكله مش في جو، المشكله في من وراء جو. فلاح مش اصيل انه يعمل فيديوهات يفامر مد شعر كده اتحدد تحلق شعر. لا ده راجل تاني. يلا مرحبا بكم في شو شو. اهلا بكم في جو شو. اهلا بكم في جو شو. اهلا بكم في جو شو. جو شو. جو شو. جو شو. جو شو. جو شو. اهلا بيكم في جو شو. جو شو. استنونا كل يوم خميس الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة على شاشة التلفزيون العربي. ابي ابا من المغرب، من بيت المقدس، من الاردن، الولايات المتحدة الامريكية، من اليكانتي اسبانيا، كازاخستان، من النرويج، من تونس. اهلا بكم مره تانية. الفتره اللي فاتت حصلت انتخابات، الناس اللي فاكرنا دخلنا على الفقره العربيه وبنتكلم عن تونس، لا احنا لسه في المصريه. الانتخابات كانت في مصر فعلا، وبس اغنيه اخواتي اخواتي بتاعت شحته كاريكا غطت عليها، بس اوكي تعتبر انتخابات. وانا بصراحه استغربنا، يعني الدوله بتعمل انتخابات في الوقت اللي كانت بتقضي فيه على التجمعات عشان فيروس كورونا. استغربنا اكتر لما عرفنا ان الانتخابات دي لمجلس الشيوخ. لا لا لا، مش عشان الفلوس اللي هتتصرف عليها في وقت البلد فيه فقيره، لا استغربنا عشان ده معناه ان احنا عندنا مجلس شعب، دي كانت المفاجأة الأكبر. لكن حتة الفلوس دي يا جماعة سهلة ومقدور عليها، عايزين نعمل انتخابات ملهاش لازمة ونصرف فيها براحتنا عادي كده؟ عادي يا جماعة، كلنا عارفين الفلوس دي هنلمها تاني ازاي. إليكم القرار الآن. قرار الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، هيتم إحالة جميع الناخبين اللي تخلفوا عن التصويت عن حضور انتخابات الشيوخ إلى النيابة العامة. كان لازم يروحوا ومراحوش. احنا نجري حاليا الحصر. ايوه انا عايز اقول لكم ان العدد حوالي 54 مليون ناخب. 54 مليون 54 مليون ناخب لم يطلب اصواتهم. 54 مليون هيتم احالتهم للنيابه، وبيتم معاقبه الناخب المتخلف عن الادلاء بصوته بغرامه قيمتها 500 جنيه. عب يابا 500 جنيه طبعا العقوبه، ولازم يدفعوا الغرامه اللي هي 500 جنيه يا بلاش. لو انتوا ضربتوا هذه الارقام، انتوا بتتكلموا في حاجه، بتتكلم في 25 مليار 30 مليار حاجه كده. ممكن الناس تزعل، بس المهم احنا نفوق الناس. طبعا السوشيال ميديا مقلوبه على هذا الكلام، حتى المساله تحولت الى نكات متداوله، كلها نكات لطيفه. الحقيقه الدوله هناك تصميم يعني على اخذ حقوقها من المخالفين. قانون قانون، هو وفقا للقانون من لا يدلي بصوته بيتم توقيع الغرامه عليه، وبالتالي القانون بي بي بي, بي بيضحكنا بيضحكنا. قولها يا احمد، قولها ما تتكسفش. قانون بيضحكنا. 54 مليون ناخب هتودوهم للنيابه؟ انا مش عارف الدوله مالها بقى لها فتره كده واخده سلوك الامهات، اللي هو الرئيس يقول لنا والله اسيب لكم البلد وامشي، والحكومه بتجبرنا على الديمقراطيه اللي هي طبخت اكله والاكله هيترمي فلازم ناكله يا اما نتعاقب. بس عندهم حق بصراحه، هي الديمقراطيه مش هتيجي الا كده. حاولنا بالذوق مره واثنين وناس بتستهبل، لا يبقى معلش بقى الديمقراطيه تطبق عافيه. 25 مليار غرامات. طب والله انا حاسس ان انتخابات مجلس الشيوخ دي كانت معموله كمين عشان الغرامات دي. اي طالع واكل يابا، نازل واكل. وانا اقول يا رب الرئيس صحي بدري ليه عشان يروح ينتخب. ايوه، وعلى فكره كل انتخابات الشعب هيتخلف عنها هنعرضه على النيابه لحد ما الشعب يصفصف على 7-8. ايه ده، معقوله الدوله عايز تاخد حقها من الشعب بالشكل ده، ولا الغرامات دي وراها سبب تاني احنا مش عارفينه؟ طب ليه ندفع غرامة عشان أنا منزلتش ليه؟ بحفزك لمرحلة أن أنا بزقك من بيتك وبقولك أنا هعاقب وهطبق قانون عليك. طب ناقص، وإحنا ناقصين
غرامة؟ يسعى في الآخر إلى مشاركة أكبر عدد من المسجلين في قوائم الانتخابات. حضرتك تنزل وتتنحنح، الغرامة هيتم تطبيقها وهتدفعها. ده طبق على المرحلة الأولى، هو ما جالش على كل الانتخابات. يعني إيه؟ يعني حضرتك في انتخابات الإعادة القادمة في أول سبتمبر لو ما نزلتش هيروح معاه عليك غرامة تانية. الناس اللي بتقول فين الديمقراطية وعايزين يشاركوا في الحياة الديمقراطية، تطبيق الغرامة دي علشان إحنا في دولة ديمقراطية. أمال أنتوا فاكرين إيه؟ فعلا الديمقراطيه مش هتطبق الا بالديكتاتوريه والغصب. هتقول انا حر انزل او ما انزلش؟ لا ما انتش حر، هتنزل غصبا عنك. ما هي دي الديمقراطيه. مش كفايه الرئيس شايل عنكم ومعين تلت البرلمان عشان ما يتقلش عليكم في الديمقراطيه؟ مش ممكن. بس صراحه دوله حوطه قوي، عامله اعاده للانتخابات عشان تطلع منها 25 مليار كمان، وانا شايف دي خلوهم اربع اعادات عشان نقفل 100 مليار وتبقى كده مرضيه. كده مرضيه يا دوله قوي. اصل معلش قول لي هنحفز الناس ازاي؟ نعمل لهم مسابقات انتخابيه، ننزل مرشحين بالبتاع اللي بتتخربش دي ونعمل عليهم عروض؟ لازم غرامة. المواطنين هي اللي وصلتنا اللي احنا فيه دلوقتي. طبعا هنلاقي المواطنين كل واحد يقول لك معلش اصل كان في كورونا، اصل خالي كان تعبان، جدتي كانت بتولد في المستشفى. ايه ده صحيح؟ الناس اللي عندها اعذار دي يا ترى الدولة هتتعامل معاهم ازاي؟ طب اللي عنده عذر يقدمه فين؟ الى من اتقدم بالعذر؟ يقدمه اما للنيابه العامه او للمحكمه اذا ما احيلت الاوراق للنيابه العامه. النيابه كسلطه اتهام وتحقيق عليها ان تتحقق من انه الغياب او ارتكاب هذا الفعل كان بغير عذر. تمام. العذر المقبول دي مساله موضوعيه، دي هتبقى رامي بيه عباره عن مساله موضوعيه يتقدم فيها من قدم للمحكمه بأوراقه الثبوتية. يعني إذا قال أنا كنت مسافر في منطقة بعيدة عني لأداء واجب مثل واجب العزاء مثلا، يثبت ذلك يعني بما في ذلك شهادة شهود، يعني أنه كان يعني بيأدي واجب عزاء في مكان ساعة الاقتراع. ومش بس كده يا معلم، يعني مش بس يجيب شهود أنه كان في عزاء، ده يجيب الجثة نفسها نعملها تحليل طب شرعي نشوفها ماتت بقى وقت الانتخابات ولا لا، نتأكد بنفسنا. تحوطش عليا يا مواطن، ده احنا هرشين الشغل ده. في عزاء تجيب شهود، في مستشفى تجيب تحاليل، كنت في عيد ميلاد هات حته من التورته واحنا مرضيين. لازم اثبات. دول 25 مليار يابا. انا دلوقتي عرفت ليه الناس بتحط ستوريز لنفسها وهي في العزاء او في المستشفى. اثباتات يا معلم، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل قدام. بس كده بصراحه يعني فهمنا اللي لينا واللي علينا. انا بعد كده اروح النيابه العامه اقول لهم انا ما جيتش ليه، وهجيب شهود على اني كنت مشغول. شهود طبعا كمان هيبقوا ما راحوش الانتخابات فيحتاجوا شهود، ساعتها شهاده الشهود مش هتنفع عشان بقى متهمين هم كمان. ايه مش فاهمين حاجه؟ ما هي دي الديمقراطيه بتاعتنا. معقوله يا جماعه؟ معقوله يا دوله بقى كل التسويحه دي عشان ما نزلتش انتخب؟ انا حاسس انكم كبرتوا الموضوع قوي. دي انتخابات مجلس شيوخ يعني، انا ما كفرتش. هنتكلم عن حقوق الله وحقوق العباد. هل الانتخابات دي حق لله ولا حق العبد؟ الانتخابات دي فيها جزء حق لله. اذا حق ربنا اوفى بالعقود. أيوه. خلي عندك مروءة. نعم. وخلي عندك إنسانية وخلي عندك أخلاق وخلي عندك خوف من الله. أنا تجاوزت أمر في الانتخابات ما نزلتش، أصبحت مدين للدولة بكام؟ بـ500 جنيه. نعم. ده حق آدمي ولا حق دياني؟ ده ملزم به دينيا أنك تؤديه وملزم أمام القانون. إذن هو ده حق الله. خلاص الموضوع منتهي، أنا اعتبرته حق الله خلاص. لا ما تقلقش، أنت شغال معايا حلو، هبقى أديك منهم 500 جنيه. خد بقى يا مواطن حق الله عشان يلزمنا. انا اللي بلمه. ها لا ده مش حديث صحيح ولا حاجه، ده حديث جدعانه كده منه. ايه يا عم سعد في ايه؟ اصل مش هقول لك يا شيخ سعد ابدا، انت عم حلو قوي عليه. اصل لو سبتك شويه يا عم سعد هطلع لي ايه بانتخابات مجلس الشيوخ من القران. يعني ايه ده؟ اللي ما دفعش الغرامه هيبقى ارتد خلاص ولا ايه ظروف؟ يعني انا ممكن اتفهم انك تقول ان نزول الانتخابات حق الدوله، لكن بتتكلم في غرامه وفلوس ونازل تلم فلوس من الناس الغلابه باسم الدين؟ يعني ده انا احترمت احمد موسى عنك والله. اصل يا عم سعد عدم نزول الناس في اي انتخابات بتحصل في البلد بيوصل رساله انه رافض المنظومه السياسيه دي كلها على بعضها، وده اكبر دليل على وعي الشعب بالديمقراطيه الحقيقيه، مش الديمقراطيه ب 500 جنيه. استنوني. اهلا بكم مره تانية. الاسبوع اللي فات فايز السراج رئيس حكومه الوفاق الليبيه المعترف به دوليا. ايوه الراجل الغلبان اللي جوه شبه عمتي الطيب ده كان قاعد كده في مقر رئاسه الحكوميه، مره واحده سمع قلق وزعيق في الشارع الليبي، الشارع كله مظاهرات. قال ايه ده؟ الصوت العالي ده؟
ده أكيد احتفالات صح؟ أخيرا حفتر قرأ مبادرة وقف إطلاق النار. قال له بص بص يا سيد سراج، يعني مبدئيا كده حفتر شكله كده مبدئيا ما بعرفش يقرأ أصلا، بس هو رابع واحد عرف إن في مبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا. قال له إيه ده؟ أمال الناس دي زعلانة ليه؟ إيه ده كل الناس دي مش عايزين نمشي زي ميسي؟ قال له يابا سبت إيه لحميدتي؟ سبت إيه لحميدتي؟ ميسي مين؟ دي مظاهرات ضد حكومتك. قال لهم إيه؟ ضدي أنا؟ وهنا جوز عمتي فايز السراج كان قدامه حلين، يسمع مشاكل الناس ويحلها زي الدول الأوروبية المعترفة بيه، ويحل بقى مشكلة الكهرباء والمية والفساد والمرتبات، يا إما يرد بعنف ويقمع ويسجن ويملى المستشفيات والسجون مدنيين ما لهمش أي ذنب غير إن هما بيطالبوا بحقوقهم. وتخيلوا تخيلوا اختار أنهي حل. لا هو عمل حاجة تالتة خالص، هو ساب الحكومة تختار الحل التاني وراح مسخن له حتة بيتزا إيطالي كده ومعلي صوت الدوري التركي ودخل ينام. طبعا أهل العروسة كانوا قاعدين كده قالوا إيه ده؟ قال في أفريقيا؟ إيه؟ في ليبيا؟ مش دي اللي فيها السراج اللي هو صاحب أردوغان؟ بس قاموا رايحين سايبين العروسة والفرح والحفلة وحفلوا على السراج شخصيا. بلغ السيل الزبا وطفح الكيل. أعتقد أن الليبيين قالوا كلمتهم. الشعب الليبي يطالب بحقه. أين الحرية؟ لا يوجد حرية. الشعب الليبي يعاني وأحس بالجوع بالفقر وبالفاقة. إن الليبيين اليوم مطالبين أن يثوروا، خرجوا ليعبروا عن آرائهم، بيطالب بحقوقه. الشعب الليبي يرفض هذا النظام. إذا تحرك بصدق فسيسقط السراج. فايز السراج يريد من وزير الداخلية أن يرش هؤلاء في الميادين، أن يقتلهم، أن يبيدهم. يقومون بالتصفية، يقومون بالقتل، يقومون بالمنع. أعلن الجيش الوطني الليبي دعمه للمظاهرات الشعبية العفوية. ربما يتدخل الجيش المصراتي، ربما ينهي المشكلة فعلا ويسقط فايز السراج. نريد لليبيا السلام. يجب أن يكون هناك دعما داخليا وخارجيا وبكل وضوح. إحنا إخوانكم، إحنا سندكم. حقيقة ما يحدث في طرابلس شيء جميل. وفي ثورة في طرابلس مولعة. طبعا انت تموت كده في الثورات من صغرك وانت ثوري، بس انت متاكد كده وانت في السعوديه انك مع الخروج على الحاكم؟ اصل اخر حاجه شفناها ليك كنت مع الخروج مع الحاكم. طبعا بعد الصوره ديت كلنا عارفين ايه اللي حصل. تصور انت جنب الكولدير بتاعك، ها يا محمد بن زايد اللي عامل قلق في المنطقه بيصور مع يشرف علونا. ده كده مش ناقص غير ان احنا نلاقي بوتين متصور مثلا مع ايسر، ما ده اللي ناقص. بعدين يا يوسف علونا يوم ما تجيب جنبك ورد تجيب اصفر؟ انت بتسقيه من اللي بتشرب منه ولا ها؟ وايه ده؟ ده في حاجه اغرب شفتها. اهل العروسه فرحانه بمظاهرات بناس بتطالب بحقوقها، وزرزور بيسال اين الحريه؟ اين الحريه؟ اصل خالك بتسال اين الحريه وانت في الاعلام السعودي؟ دي تاني اكتر حاجه كوميديه بعد انك بقيت اعلامي. انا بجد بقالي خمس مواسم قاعد على الكرسي ده والله ما اعرف انت مع الخروج مع الحاكم ولا ضد الحاكم ولا مع الخروج عن الحاكم ولا ظروفكم بالظبط. طب يعني حتى السراج الغلبان ده ملوش نص ساعه كده على الهوا هو كمان؟ ملوش نفس يعني؟ طبعا انتوا اتكلمتوا على المظاهرات اللي نزلت في سيرت وبني غزل ضد حفتر تتحرقوا، ها؟ وبعدين انتوا بتتكلموا ليه اصلا في الشان الليبي؟ وحد بيتفرج عليكم غيرنا؟ والله انا مش بحب اقول كده، بس انا لو خدت اجازه شهرين الناس هتنسوا انتوا مين؟ يعني ليه متخيلين ان السراج بيصل على صوره زرزور قبل منه؟ تعملوا شويه مع الشعب الليبي وتناقشوا الموضوع على مزاجكم. عشان كده احنا في المواقف اللي زي دي بنروح للوطنيين الاحرار اللي بيقفوا في صف الشعوب، المذيعين المحترمين اللي بيكونوا صوت الشعب اللي نزل وعبر عن مطالبه وحقوقه. المظاهرات التي تخرج يوميا الان في العاصمه الليبيه طرابلس، وهنا نجد ان هذه المظاهرات اصلا عديمه الاهميه وقليله جدا، يعني لا تستحق ان ينشر عنها خبر اصلا، ومساله عصبيه وجاهليه كما سناتي. لا تنسوا إنه سبب كفر أبو جهل هو التعصب، يعني كل من خرج في هذه المظاهرة والله والله إن الله لا يعذبه مقابل ما فعل هذا إلا أن يتوب ويرجع ويبين ويتبرأ مما فعل. إذا أنت تريد استعمار واحتلال ليبيا من جديد كما حصل في الجزائر وكذا، قل لنا. أنت هتكذب عليا وتقول له لا والله أنا طلع تظاهر عشان هو بحارب الفساد. هم بقول حكومة طرابلس وحشة، وأنا بقول لهم هي 60 وحشة. شيلهم يا عم فايز السراج، خدهم وارسلهم لمين؟ لودهم في بنغازي يعيشوا في بنغازي، هناك مدينة جنة. روح بقى عند بنغازي شوف حفتر هيعمل فيك ايه وروسيا هتعمل فيك ايه. نوديك لبشار الاسد يحطك في المسلخة هناك. اقسم بالله حفتر ليجلسكم على الخازوق جميعا. بص يا ملواني، يعني كوني هرد على اللي انت قلته ده، يعني انت عندك الليبيين يموتوا من حفتر وبشار عادي بس ما ينزلوش طلبوا بحقهم قدام السراج؟ لا وبتكفرهم؟ لا انت فاهم غلط، مش عشان انت شاري ماك فتختار مين يخش الجنه ويدخل النار.
موضوع الجنة والنار ده أكبر من كده بكتير. وسواء عرفت إزاي إن ربنا هيعذب النذر في المظاهرة؟ السراش إنسان عادي على فكرة، مش عشان متخانق مع خليفة حفتر فتعملوا خليفة الله في الأرض. لا أنا بقول بصراحة تسيبوا الكهرباء مقطوعة في ليبيا، يعني أصل أي حد هيشوفك عامة ده عذاب زيادة عن عذاب الدنيا والآخرة. طبعا مش عايز أقول بديهيات يا جماعة، إن كل واحد حر يتظاهر ويعبر عن رأيه بكل حرية وسلمية، يعني بجد مش عارف لحد إمتى هقعد أقول بديهيات للناس دي. روح أنت أيسر دلوقتي، روح. بقولك بقول بديهيات مش بقوليات. أهل العروسة اللي ضد أي مظاهرات مع المظاهرات، الملواني اللي مع أي مظاهرات في مصر ضد المظاهرات في ليبيا. لا خلاص يا جماعة، بما إن الموضوع بقى فيه أهل العروسة من هنا والملواني من هنا، فإحنا نروح لصاحب الشأن نفسه. مفيش غير الحاج فايز السراج جوز عمتي الغلبان هو اللي يقول لنا ليه تم استعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين في ليبيا. أكيد كان عنده سبب مقنع يهدي بالشارع الليبي. للأسف ما حدث بالأمس هناك عدة تجاوزات حدثت. بداية أن من خرج لم يستكمل إجراءاته القانونية في الحصول على دونات التظاهر والتصاريح اللازمة من الجهات المعنية حتى تقوم هذه الجهات بحمايته وتحميه من المدسين. ثانية واحدة بس بعد إذن حضرتك يا سيد فايز، بعد إذنك يعني، يعني عشان اللي أنت قلته ده ملوش أي علاقة ببعضه، عامل بالظبط زي دقنك البيضة وشعرك لسه. وزينات التظاهر إيه ومدسين إيه؟ ده أنت ناقص عليهم إخوان مصطفى بكر يبدأ أصلا. ولا أنت قصدك إن إذن التظاهر ده مضاد أصلا للرصاص؟ ده الإذن إيه بس يا سيد فايز؟ ده إحنا دفنينه سوا. هو من إمتى في حد بياخد إذن عشان ينزل في ليبيا؟ هو بصراحة الناس اللي نزلت غلطانة في حاجة واحدة بس، كان المفروض بعد ما ياخدوا إذن المظاهرات ياخدوا طريقة الصبغة الغريبة اللي ما بتجيبش السوالف دي. للأسف في ليبيا أي حد حرفيا ليه الحق يمشي فيها، شرقها في غربها، من غير حتى ما ياخد ولا حد يقول له تلت التلاتة كام، إلا اللي بيين نفسهم، عايزين إذن عشان يطالبوا بأبسط حقوقهم كمان آدمين. استنوا. اهلا بيكم. بما ان دي اخر فقره معانا النهارده وده اخر اليوم، فاسمحوا لنا ان احنا نحكي لكم قصه صغيره اعتبروها قصه قبل النوم. يلا كده ايه، احضنوا دباديبكم، واللي مش غاسل رجليه زي يوسف على لونه يقوم يغسلها. يلا. كان يا مكان يا سعد يا اكرام، ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. كان في راجل مسؤول كبير عايش في مملكه جميله، وكان عنده 6 ولاد وبنتين. راجل المسؤول ده كان شغال بما يرضي الله، من الشغل للبيت ومن البيت للشغل. وفجأة في يوم من الأيام صحي من النوم وحس بوجع كبير، وولاده اضطروا يودوه للمستشفى. المستشفى كشفت عليه وقالوا له يا لهوي يا ساتر يا رب، ايه ده، انت لازم تتعالج بسرعة، بس علاجك مش موجود في مملكتنا الجميلة، انت لازم تسافر بره. قال لهم لا، أنا لازم أربي ولادي وأفرح بيهم. الدكتور قال له ما أنت عشان تشوف ولادك بيكبروا لازم تتعالج وترجع قوي زي زمان. فالراجل اللي بيحب بلده وولاده اضطر علشان الظروف يحجز لبلاد بعيدة هو وعياله، بس ساب ولد اسمه عمر وبنت اسمها سارة علشان ما ينفعش يتغربوا عشان هم صغيرين. وراح لعنده عمر وسارة وضمهم لقلبه وقال لهم يا حبايبي، عشان أقدر أكون بينكم وألعب معاكم زي الأول لازم أروح أتعالج بره، وأرجع لكم وأجيب لكم هدايا وهتعجبكم قوي. هو في أوضة العمليات في أمريكا كان ماسك صورة بنته سارة وابن عمر وحاططهم على قلبه، لحد ما فجأة راح في البنج وصحي لقى الدنيا ضلمة. قال لهم إيه ده؟ في إيه؟ أنا فين؟ العملية نجحت ولا إيه؟ قالوا العملية نجحت، نجحت، بس للأسف جالك رسالة من حد أنت مسجله على الموبايل بتاعك حمادة للنشارة، وبيقول لك مملكتك الجميلة اللي أنت كنت فيها خلاص اتغيرت، ولو ما رجعتش بكرة سارة وعمر تبقى تقابلني لو شفتهم تاني. فالراجل الطيب قال أجي إزاي؟ ده أنا تعبان. وسارة وعمر؟ لأ ولادي دول أطفال، هم عملوا إيه؟ قال له معرفكش، قدامك يوم وتيجي يا إما أنت حاجة. قال له ليه، أنا عملت إيه؟ قال له بقى أنت تتحدى حمادة للنشارة وتسافر بعيد وتتأمر عليا بتبيعني زي ما رمضان صبح باع الأهلي؟ أنا انت ايه، شايفني الامارات مع فلسطين؟ انا عمري ما اعمل كده، ده انا سافرت عشان اتعالج. فحماده للنشارة قال له ايه ده بجد؟ ايه ده، انا كنت فاكره بتتامر عليا. لا خلاص ارجع، ارجع انا هديك الامان خلاص. قال له انا بس بصراحه
خايف على حياتي يا حماده للنشاره؟ قال له لا ما تخافش، مفيش حياتك ولا حاجه. ايه ما تخافش، ارجع بس ومالكش دعوه. فالراجل رجع لبلده وقابل بنته ساره وعمر وحضنهم، والاسره الجميله اكتملت مره ثانيه. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، ويلا نشوفكم الأسبوع اللي جاي. هاديبو رايح فين؟ خدت على هنا ولع يا ابن النور. انتوا ما صدقتوا؟ قلت لكم 100 مرة احنا في وطن عربي مفيش حاجة اسمها أم نهايات سعيدة. الراجل ما رجعش طبعا، وعمر وسارة لسه محبوسين لحد دلوقتي. اللي مش فاهم حاجة يا جماعة فبالراحة كده، من غير بقى كان يا مكان ويا سعد يا إكرام. بصوا بصراحة هو كان في سعد بس ما كانش في أي إكرام، وافتكروا سعد اللي في القصة عشان هنجيله دلوقتي. الأمير محمد بن سلمان في يوم من الأيام صحي من النوم كده، فجأة لقى نفسه بدل ما كان ولي العهد بقى ولي العهد بس، أو تقريبا يعني بقى هو العهد نفسه. يعني الناس بتصحى من النوم بعماص بنص وش مش شغال، ده صحي لقى نفسه هو الملك اللي جاي حرفيا. ولي العهد اللي قبله بقى كان الأمير محمد بن نايف، وده ما كانش ولي العهد بس، ده كان ساعتها ولي العهد ووزير الداخلية. سعد ده بقى اللي هو بطل القصة بتاعتنا كان مساعد الأمير محمد بن نايف، وإيده اليمين في الوزارة، سفريات لأمريكا تلاقي، مقابلات للسي اي اي تلاقي. يعني عارفين سعود القحطاني اللي هو ضرب سعد الحريري؟ ده بقى اللي بيعزز سعود القحطاني اللي ضرب سعد الحريري. آسف يا سيد سعد والله، يعني بس أنا جبتك لزوم الإفيه، يعني معلش الإفيه حكم مش أكتر. بصوا أي حاجة في وزارة الداخلية كان هو اللي بيعملها، من الآخر أسرار الدولة كلها معاه. بس كان في مشكلة صغيرة كده، إن هو ما كانش بينزل من زور الأمير محمد بن سلمان. بصوا القبول ده حاجه من عند ربنا، فيعني من الاخر كده محمد بن سلمان قال له بقول لك ايه، عارف المركب ام الريسين؟ بقى لها رئيس واحد. ايه مش فاهم؟ بقول لك البيت بقى له كبير، يعني يا بخت من زاره خفف. وقام اصدر قرار ملكي بانه يتشال من الوزاره، فتعين سعد ده مستشار الامير محمد بن نايف. بس مع الوقت هوب اتشال الامير محمد بن نايف من وزاره الداخليه، وراح اتشال كمان من ولايه العهد. ركزوا بقى معايا، قبل ما الامير محمد بن نايف يتشال من كام من كل حاجه، سعد الجبري شم كده قال ايه ده، هي تولع ولا ايه؟ شكلها تولع. ها يا مالها بردت كده ليه؟ وراح واخد نفسه ومسافر على تركيا وبعدين على كندا، وابنه قال انه سافر عشان يتعالج مش اكتر. فاكرين لما قلت لكم ركزوا معايا؟ ركزوا معايا اكتر بقى. محمد بن سلمان كان قاعد كده، وقبل ما يبقى ولي العهد بيوم، قبليها بيوم واحد، مسك موبايله وراح فاتح الواتساب. قال لك يا سعد، يلا انت فين؟ تسالش ليه؟ بقول لك ايه، تجي لي ناو عايزك في موضوع حاسم قاطع. قال له ايه قاطع؟ بص حضرتك انا مسافر، واللي انت عايزه انا ابعت لك السواق يخلص لك كل حاجه. قال له لا انا عايزك انت، مساله خطيره جدا. قال له رعاك الله، حصل لي امر مفاجئ والله. قال له ما اعرفكش، الموضوع عالي الحساسيه. قال له عالي ايه؟ معلش هو ايه الصوت اللي جنبك ده اللي كل شويه يشتغل؟ قال له لا هذا الموتوسيكل حقي الامريكاني، والله اشتريته 400 مليار دولار. قدامك 24 ساعة وتكون هنا. طبعا سعد شاف الرسالة وراح مفلسع ومداري عند اهله اللي في طنطا، ايه اهله اللي في كندا. وقال اعمل ايه؟ موضوع حالي الحساسية 24 ساعة؟ انا مالي ومالي الليلة دي كلها، انا عايز اربي عيالي سارة وعمر. وقال خلاص طالما الامير محمد بن سلمان اللي رجع فانا لازم ارجع بصراحه. ولسه بيحضر شنطته وبيفك غرز العمليه، لا محمد بن سلمان بقى ولي العهد وشال محمد بن نايف خالص من المشهد السياسي السعودي. سعد قال ايه ده، هو ده الموضوع العالي الحساسيه اللي كنت عايزني فيه؟ كنت عايز نرجع علشان ها تعملني سوشي. وسعد رأيت كتب له عمر جديد، ومن 2017 وهو هربان شويه في امريكا شويه في كندا، وقعد يحمد ربنا انه ما رجعش، لحد ما من 5 شهور فجأة كده وبدون أي مقدمات الحكومة السعودية قبضت على عمر وسارة وقالت له يا ترجع يا إما أنت عارف. قلت لكم مفيش أم نهايات سعيدة في الوطن العربي؟ سعد الجبري قال لمحمد بن سلمان بقى كده؟ أنت بتهددني بعيالي؟ أنت نسيت أنا كنت شغال إيه؟ ده أنا كنت بلسوع لك سعود القحطاني على ده أنا اللي معلمه فنون التعذيب الاثنى عشر. وراح رفع قضية على محمد بن سلمان من 107 صفحة في أمريكا. فوكس نيوز سربت حته صغيره قد كده ان محمد بن سلمان بعت له فريق اسمه فرقه النمر الكندا عشان يعني يخلصوا عليه. بس يعني كلمه النمر دي غريبه شويه، يعني مش ده فريق كابتن بسام باين؟ نمر ايه؟ هو بيقولوا ان فريق النمر ده لما راحوا ما عرفش يعدوا الحدود الكنديه. ليه بقى؟ لا طبعا ملوش معاهم مناشير، لو معاهم مواد اخفاء ادله، مع ان الحاجات دي مهمه جدا لاي نمر سايح عشان الشمس.
طبعا بعد ال 107 صفحه دول الموضوع انتشر في كل صحف العالم، لدرجه ان واشنطن بوست ونيويورك تايمز وول ستريت جورنال كتبوا عن الموضوع ده. المملكه طلعت وقالت نمر، نمر مين؟ سعد الجابر. يوه يا جماعه ده عليه قضيه فساد، اسكتوا مش عايزين نقبض عليه علشان عليه 11 مليار سرقهم مننا. لا مش اكتر من كده، لا خالص. ايه ولاده كويسين، ده قاعدين جوه هو بيلعبوا مع الاستاذ فتحي البرنس، ده بالف خير تلاقوش عليهم، ده احنا بناكلهم سوشي. بس الموضوع كبير اكبر من كده، لدرجه ان الاعلام السعودي قرر يتكلم عن القضيه ويدافع عن الامير محمد بن سلمان. واول اللي دافع كان خط الدفاع الاول لسمو الامير محمد بن سلمان، قناه اهل العروسه، اللي زي ما عودتنا ناقشت القضيه بكل مهنيه. اليكم سالفه الفاسد الخائن سعد الجبري. يلاحق المحققون السعوديون رجل الأمن السعودي الهارب إلى كندا سعد الجبري بتهم فساد وتربح من المال العام للدولة بدفعها لمخبرين وقادة أجانب. هو يدير شبكة كبيرة وهذا هو رأس الجليد بدعم من اليسار الغربي. وسبحان الله لازم تلقى لتركيا علاقة، يعني جده يقولون كان بالحامية التركية بالأحسن. هو حرامي، هو مجرد حرامي يعني، ولكن وجدنا أنه خان مصالح الدولة. سعد الجبري رجل خان الأمانة، خان القسم، والخيانة جريمة لا تغتفر أبدا. هذا أغلى معارض، أنه يعني يتورط في قضايا 11 مليار ثم يحول نفسه إلى معارض سياسي. هذا السعودية، أي محكمة واشنطن وأي بيت أبيض وأي كونغرس وأي واشنطن بوست وأي نيوزويك وأي وأي، هذا إضراط الإخوانجية والأتراك. إيه ده سيد يوسف، إيه ده مش كده؟ أنت متأكد إن الصوت ده طلع من بقك؟ حد يريه يا جماعة، حد يريه، وضوه الأول وبعدين رقوه. طب مشي لي يوسف على ورنا، مشي، هات لي سميضة. ايه يا سميضة؟ يعني يوم ما نجيب كلامك ونسمعك تقول جده كان حرس تركي؟ كان بالحامية التركية بالأحسن. صح، جده كان حرس تركي فعلا. ما اقولكش بقى على جده كان بيكسر الحطب كده للكفار اللي عملوا النار لسيدنا إبراهيم. عارف بقى جوز عمته؟ لا ده غلبان، ده كان بيسقي الفيلة بتاعت أبرار الحبشي، الله يسامحهم. بس هنعمل ايه؟ هتقول يا عم يوسف علاونا أرحم والله. ماله يا سيد يوسف سعد الجبري؟ هو حرامي، هو مجرد حرامي. ده حرامي يا جماعه، ده مجرد لص، ده احنا هننشره واحنا الخسرانين والله. يا جماعه مش كده، الراجل كان مسؤول سابق، ده كان الدراع اليمين لوزير الداخليه. دي المحكمه في واشنطن بعت الدعوه لمحمد بن سلمان عشان يحضر في المحكمه، تقوموا انتوا ردين على واشنطن بوست يوسف علونا؟ احي يا جماعه ارجوكم، عايزين حد فاهم في القانون يقف كده ويدافع عن الاتهامات الموجهه لولي العهد. صوره ولي العهد دلوقتي من صوره المملكه. الجبري كمسؤول سابق قيل له حسب التسريبات اللي طلعوا الأمير، أنا لو كنت محامي يا محمد، لو كنت محامي لا 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 أخرجت السعودية بريئة من الجلسة الأولى بقضية الجبري. لماذا؟ لأن الأمير محمد حسب كلامهم ما سربوا، أن الأمير محمد بكل أدب يقول للجبري ارجع أريدك خلال 24 ساعة، وبعدها يقول له إذا إن لم ترجع سنستخدم كل الطرق القانونية المتاحة لإعادتك. عارفها وحافظها، أو الطرق القانونية دي. لا صباح البشر اللي حضرتك فيها، فاهم أنت؟ لا حلو الأدب ده بصراحة. لا كلنا عارفين الحركات دي، أبوياك زمان كان بيعملها معاي، يقول لي كده وأنا صغير لما كنت أقرب أروح لعمتي، يقول لي تعالى هعاملك بكل أدب، أرجع البيت ألاقي سعود القحطاني مستنيني. لا بجد، حتى أسأله سعد الحريري، راح السعودية بأدب رجع لبنان صباح الأدب يا أبو عمو. معلش يعني كلمني كده أكتر على الطرق القانونية للإعادة ديت، مش دي باين اللي أنتوا بتشغلوا معاها أغاني، ولا أنت قصدك الإعادة للمولى عز وجل؟ على فكرة مفيش ملبن في كندا، الراجل حتى تقطيع وشه صعب تجيب لها دوبلير. الله يبارك لك، ماشي الطرق القانونية ديت، القنصل بس بيتوه يعني، الراجل لسه بيدور من القضية اللي فاتت. الإعلام السعودي بيعافر ولا كأنه تعلم حاجة من درس المرحوم كمال خاشقجي الله يرحمه. طلعت تقول وسرق وعليه قضايا فساد وعمل وسوى من غير ولا دليل واحد، يعني شكلكم هيبقى وحش في الآخر وقضية لسه في أولها. يعني اطلعوا قولوا الحقيقة زي ما يوسف علونا قبل كده جاب من الآخر. أول زعيم يقتل معارضا محمد بن سلمان، وبعدين يعني إيه اللي هيحصل في الآخر؟ ها هتبعتوا واحد بكل أدب يرجعه، وبعدها هتجيبوا ولاده ويقولوا عفونا يا عمنا أدب ولدنا وبس، الموضوع بكل بساطة. ودي بالنسبه لكم تبقى احلى توته وخلصت الحدوته. ما تنسوش تتفرجوا على الحلقه دي حصري على التلفزيون العربي، واشتركوا في قناه زيو شو على اليوتيوب.
أسبوع على خير، أشوفكم الأسبوع الجاي.